السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة مهمة وخطيرة جدا وفيها شوية أخبار لتفهم المشهد، ليه المفاوضات انتهت، وأي كلام عن إن في مفاوضات أو في فرصة ده كلام واهم رقم واحد. رقم اتنين، الموساد أو الوفد الإسرائيلي اللي جه القاهرة أمس ومشي النهاردة وما عملش أي حاجة، لأن حماس رفضت وطلعت بيان بكده في وقت سابق، وكمان مصر لها تحفظات كبيرة وشديدة على يعني المقترحات الأمريكية أو المقترح الجديد اللي بعتوه يتفاوضوا عليه بعد ما قالوا في الدوحة إن الأجواء كانت تمام والدنيا زي الفل وكل الأماني ممكنة وكل الأحلام جميلة، لكن الحقيقة إن ده مش حاصل على أرض الواقع. في تصعيد، يعني حماس بدأت بهجمات شرسة وقتل الجنود وكذلك يعني عمليات صعبة جدا وصلت لتل أبيب، وهنقول لكم التفاصيل العملية اللي تمت في تل أبيب والذعر اللي بيعيشه الإسرائيليين. أنتوني بلينكين كان في إسرائيل، يعني المحاولة لرأب الصدع من نتنياهو يقف جالنت وزير الدفاع، لكن اللي حصل بين أنتوني بلينكين وبين نتنياهو كوم، والكلام اللي اتكلموه كوم، واللي حصل بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي كوم تاني خالص. يعني اللي حصل بينهم مفاجأة، وده اللي هنقوله لكم في الفيديو ده، وتصعيد جديد من إيران. لازم كل حلقة طبعا نتكلم عن الرد الإيراني، حتى لو نسينا نفتكر مع بعض كل التفاصيل دي وإيه هي شروط التفاوض وإسرائيل بتتفاوض على إيه وحاجات تانية كتير جدا في الحلقة دي. بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك وكومنت، ويعني اشترك في القناة ليصلك كل جديد. الحقيقة ان هيئة البث الإسرائيلية قالت ان كان في وفد للتفاوض في القاهرة وصل امس الاحد، لكنه النهاردة يعني عاد من القاهرة ولم يحقق اي شيء، ما توصلش لاي اتفاقات ولا وصل لاي حاجة، وتقريبا كده بالبلدي قالهم روحوا، انتوا جايين تتفاوضوا على حاجات لن تكون ممكنة ولن تتحقق ولن نقبل بها كمصر ولن تقبل بها حماس. ده أول حاجة. لكن بقى التصريحات اللي طلعت والتحليلات اللي طلعت، يعني موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصادر قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه هيرسل وفد للتفاوض للقاهرة في وقت لاحق هذا الأسبوع. يعني الوفد جاي تاني، هيجي بنفس الشروط؟ طب إيه هي الشروط؟ طب يعني جه مرة هيجي تاني، ايه اللي اتغير عن كده؟ يعني ايه اللي اتغير لما يجي؟ ايه اللي هيحصل؟ هل نتنياهو هيتنازل عن شروطه؟ طبعا نتنياهو مش هيعمل كده، نتنياهو عايزها حرب، عايزها تولع. يعني انتوني بلينكين يعني بيتكلم في كلام كده يعني ملوش اي 60 لازمه، وقال لك ان يعني لسه الاماني ممكنه ودي الفرصه الوحيده والفرصه يعني لن تتكرر ولابد ان نوصل لشيء في المفاوضات، وقال ان المفاوضات لحد دلوقتي ما فشلتش. لا، هي فشلت، هي فشلت لان في نقاط اختلاف كبيره وجوهريه جدا جدا جدا، يعني تفكرك ب يعني صلح الحديبيه يعني او اكتر، يعني كلام ما ينفعش. ده مش وقف اطلاق نار، ده استسلام لحماس. لو وافقت على اللي بيحصل ده اعتبر ان حماس انسحبت واستسلمت، وفي جزئيه خاصه بمصر ما ينفعش توافق عليها، ما ينفعش باي شكل من الاشكال توافق عليها، وهي استمرار يعني القوات في محور فيلادلفيا. طيب لكن بقى يعني محلل سياسي اسرائيلي بارز يعني في دعوت احرنوت النهارده اسمه نحوم برنياع، هو قال ايه بقى؟ قال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قضى على اي فرصه لاعاده الاسرى او يعني نجاح المفاوضات، وقال يعني ان نتنياهو شروطه يعني غير عادية ولن يقبل بها حماس، وهي شروط يعني لاستمرار الحرب وتبث مزيد من الوقود لاستمرار الحرب، وقال ان نتنياهو ألغى اي فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات، لقد انتهى الحفل، الحفلة خلصت. القمة التي كان من المقرر عقدها في نهاية هذا الأسبوع مع فريق التفاوض الإسرائيلي وممثلي الوسطاء في القاهرة قد يتم إلغائها أو تأجيلها أو عقدها لأغراض العرض فقط. يعني حتى العرض اللي يجي آخر الأسبوع ده قال لك خلاص ده ما نتنياهو قضى على أي فرصة للتفاوض، وإن نتنياهو قضى على يعني الأسرى وقضى على المحتجزين وقضى على كل شيء. لكن بقى جو بايدن صراحة أنا يعني صراحة حسيت إنه وصلوا ألبوم يعني للفنان منير، يعني محمد منير. يعني الصحافة بتسأله المفاوضات عاملة ايه وهل ينفع نوصل لحل وهل ممكن الوصول لحل،
الراجل رد عليهم جملة عبقرية، قال لهم لسه الأماني ممكنة. يعني صراحة يعني كل يوم هي يمارس سقوط، هو مش قادر يجبر نتنياهو على أي شيء أو التدخل في أي شيء، ولكن كل يوم يعني بيفقد من قيمته كرئيس أمريكا أو قيمته كسياسي أو أي بني آدم في الدنيا. أي بني آدم عاقل تسأله في الشارع هيقول لك في عرقلة في المفاوضات بسبب نتنياهو، والمفاوضات دي تبوء لي بالفشل أو باءت بالفشل أو أقرب إلى الفشل من تحقيق أي شيء، لكن هو يجي يغني لك يقول لك لسه الأماني ممكنة. والإعلام الأمريكي للأسف برضو بيتكلم عن إن في فرصة أخيرة، الفرصة الأخيرة قتلت، وده بسبب بيان حماس. بيان حماس بقى يعني أو الرد بتاع حماس، يعني أقول لكم على حاجة، إن حماس بتتأخر في الرد لأن بيوصلها يعني وصلها ما حدث في الدوحة فبترد عليه، أو بيوصلها الشروط فبترد عليها بعدها، بيجي رد بعدها بيومين أو حاجة يعني عشان تقود المفاوضات، لأن السنوار هو اللي بيقود المفاوضات. فعبال ما بتوصل له الأخبار في يعني الأماكن التي يحتمي بها ومكانه ويرد، الموضوع بيبقى صعب شوية. بس قال يعني البيان مفصل بشكل كبير جدا، قال إن بنيامين نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق ويضع شروط ومطالب جديدة بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب، وإن المقترح الجديد اللي خرجوا به من الدوحة هو مقترح يتضمن كل شروط نتنياهو. يعني نتنياهو ما تنزلش على أي شروط، فأنتوا جبتوا كده ورقة كتبتوا شروط نتنياهو وقلنا هنتفاوض على شروط نتنياهو، ولا يمت بالواقع بصلة لأن يكون في تفاوض أصلا. أنا هقولك المقترح ده بيتكلم عن إيه، ومن هنا حماس رفضت المقترح ورفض التفاوض، وما وجدش مصر امبارح ولا النهارده ومش هتيجي اخر الاسبوع، لانهم فاهمين ان نتنياهو ما بيتفاوضش وان هما مش هيتنازلوا. طب اقول لك شروط التفاوض كده نقراها مع بعض، اقرا لك 8 شروط بس من شروط التفاوض عشان تعرف الراجل ده بيفكر ازاي، وهل حماس ممكن توافق ولا لا، هل يعني المحادثات ممكن تنجح؟ ما اعتقدش. اسمع الشروط دي وقول لي انت رايك ايه. اول حاجه بيقول بقى تقليص التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وليس الانسحاب منه، قالك مش هننسحب من محور فيلادلفيا ولكن يعني هنقلص التواجد العسكري، يعني عندنا مثلا 200 جندي نخليهم 199، اهو ده تقليص. ما قالش تقليص كام، ما هو الكلمات فضفاضة وملهاش أي لازمة، يعني قالك تقليص، تقليص للنصف ولا سيب جنود. طبعا ده أمر مرفوض من مصر ومن حماس، ده رقم واحد. رقم اتنين إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح. حلو، يعني في فلسطينيين اهو، ممكن لو حد هنا ممكن نقف، وحماس بعد اللي حصل في السن والتوافق مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممكن توافق بده، لكن تعال شوف الشق التاني بيقول لك ايه، تحت رقابة إسرائيلية. يعني هنجيب السلطة الفلسطينية في معبر رفح تدير المعبر، لكن يكون في إسرائيليين بيراقبوا الوضع ده. طبعا ده مش معقول ومصر بترفض ده برضو، ده رقم اتنين. رقم تلاتة الإصرار على المراقبة الإسرائيلية للنازحين إلى شمال غزة في محور نتسارين، بيعدي من يعني من الجنوب للشمال غزة، فقال لك لا احنا نستنى في المحور ده عشان نفتش بقى الفلسطينيين اللي راجعين، فنعرف منهم حماس ومنهم مش من حماس. عندهم جهاز كشف حماس، ايه ده، يحطوا في الجهاز، الجهاز يقول ده حماس اقتلوه فيقتلوه، ده مش حماس ده ما تقتلوش ما يقتلوش. طبعا ده ملوش اي لازمه، وازاي هتكشف حماس مش من حماس. كمان قال لك ابعاد عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين اللي هيتفرج عنهم عن اسرائيل، قال لك ما يرجعوش فلسطين. قال لك في ناس هفرج عنهم بس ما يرجعوش فلسطين، لا الضفه ولا غزه، يشوفوا حته يرجعوا فيها، انا هنسلمهم لمصر او نسلمهم لقطر وما يرجعوش يعني خلاص فلسطين ولا غزة. طب ده إفراج مشروط، ما ينفعش. كمان قالك إن المقترح بيمنح تل أبيب حق إن هي تحتفظ بعدد لا يقل عن 100 أسير فلسطيني، يقولك 100 دول أو 150 دول إحنا مش هنفرج عنهم. إزاي وإنت بتتكلم في مفاوضات إن كل الأسرى يخرجوا، وإن كان فين مثلا حماسة تختار ناس معينة للخروج من الأسر، مش هتخرج، ما ده برضو امر غير عقلاني. وقال كمان مفيش يعني ايه وقف اطلاق النار كامل او انسحاب من غزه كامل، لا احنا نتناقش ده بعد ما نتم الاسرى. يعني انا ممكن اضرب في اي وقت واكتب بند كده ان اسرائيل ممكن تضرب بغزه في اي وقت، يعني بعد المفاوضات. مفيش وقف اطلاق كامل ومفيش انسحاب من غزه والهيغاثه مشروطه وفي مراقبه على معبر رفح ومفيش انسحاب من فيلادلفيا، امال ايه تفاوض ايه بقى؟
وان الاسرى مش هسلمهم كلهم، وان في اسرى هسلمهم اه بس يخرجوا بره فلسطين وبره غزه. امال تفاوضات ايه يعني؟ انا عايز افهم ايه المفاوضات اللي هتتم بالشكل ده. لما الوفد الاسرائيلي جه القاهره بالشروط دي او بالمفاوضات دي قالوا لهم روحوا، مفيش، مش هينفع، لان طبعا وصل الرد من سنوار انه مش موافق على كل هذه الاشياء وانه مستمر في المقاومه والجهاد، وده طبعا رأي في محله. لكن بقى يعني بنيامين نتنياهو النهارده قعد مع انتوني بلينكن واتكلم وقال لك في ثلاث ساعات، قعدوا ثلاث ساعات متواصله في اجتماع بيناقشوا البنود دي، ساعه بيهدف نتنياهو وساعه نتنياهو بيهديه والساعه الثالثه الله اعلم اللي كان بيحصل بينهم. يعني هم ثلاث ساعات متواصله اجتماع بدون صحفيين، وخرجوا من الاجتماع في حاله من النشوه وحالة جميلة جدا، وقال لك ايه ان كان اجتماع ايجابي وكان اجواء جيدة، كان اجتماع حلو. وقال البيان ان رئيس الوزراء اكد الالتزام اسرائيل بالمقترح الامريكي الحالي بشان وقف اطلاق النار وايه اطلاق سراح الرهائن، وانه ياخذ مع الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الامنية لاسرائيل. قال لك المقترح ده بيراعي الاحتياجات الامنية لاسرائيل واحنا موافقين. ما هو انت بتقوله انت موافق بس حماس رفضت، فخلاص ما فيش مقترح. انتوني بلينكن ضغط عليه قال له تنزل، قال له اي حاجه، ما حصلش. قال لك الاجواء جيده وجميله والدنيا زي الفل. طيب النقطه اللي بعد كده، ان انتوني بلينكن بعد ما خلص اجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجيه الاسرائيلي، راح قعد مع شخص اخر وهو وزير الدفاع الاسرائيلي. والصراحه كانت جلسه غريبه جدا. يوف جالانت قال لأنتوني بلينكن، قال له الجيش الإسرائيلي خلص جميع أهدافه وبنك الأهداف الخاص به في غزة، واستمراره في غزة يعرضه للقتل والتدمير، يعني أنه يستنزف أكتر، وأن احنا كل يوم بيتم ضدنا عمليات، ووجودنا في غزة ما عادش ليه أي سبب أو حتى في محور فيلادلفيا، وان الجيش الاسرائيلي مش عارف يتحرك في غزه، هو خلاص خلاها كلها كوم التراب، فبقت بمثابه اوكار ويعني فخوخ للجيش الاسرائيلي. ده راي مين؟ راي وزير الدفاع الاسرائيلي. وقال له انتوني بلينكن عليك ان تضغط على نتنياهو عشان يوافق، لان لو استمرت الحرب فده خطر على وجود الدوله الاسرائيليه. وبلغوا هذه الاشياء وقال له لازم تشوف حل. إذن زيارة أنتوني بلينكن ممكن كانت إن هي توسع الفارق بين يعني بنيامين نتنياهو وزير دفاع، لأن الموضوع بينهم كبير جدا. ده عايز ينسحب، ده مش عايز ينسحب، ده شايف إن هو الاستمرار غلط، ده شايف إن الاستمرار مش غلط، ده بيحاول يجيب جنود اللي حتى كانوا طلعوا على يعني اتخرجوا من الخدمة، سنهم خرج من الخدمة، بدأوا يرجعوهم تاني. خصوصا ان الفتره اللي فاتت في ضرب قوي جدا من حركه حماس ومن المقاومه الاسلاميه وكتاب القسام، في قتل لعدد كبير جدا من الاسرائيليين، وخصوصا اللي حصل في محور نتسارين. وقال لك دول جنود 2014. احنا عارفين ان الحرب بدات في 2023 في يعني في شهر 10 7 10، لكن بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يعني حماس في ظل هذه الحرب جندت جنود ودربتهم واهلتهم وسلحتهم في ظل الحرب وهي بتتضرب، وقاموا بتنفيذ عمليه خطيره جدا في محور نتسارين، وكلوا معلقه محترمه. وكمان في تل ابيب كان في عمليه انتحاريه اثارت رعب كبير جدا في تل ابيب. انت مش هتقضي على حماس، لان حماس فكره، حماس عندها التقنيات اللي تقدر، انت بترمي عليهم قنبله، قنبلة ما انفجرتش فبياخدها يعيد تدويرها والصناعة الهندسة من خلال الهندسة العكسية ويضربك بيها، يمسك دبابة بمركافة أو غيره يحصل على البارود بينها والأشياء منها ويعمل بها صاروخ ويضربك، وكل اعتماده على صناعة محلية، وقادر يصيبك ويضرب صواريخ على يعني المستوطنات بتاعتك ويضربك في العمق في تل أبيب ويهاجم محور نتسارين. وده اللي قاله وزير الدفاع الاسرائيلي، قال لك استمرارنا خطر. وبعد صعود السنوار الى يعني راس الحكمه وراس النظام في حماس الوضع اختلف، ولا يتراجع ابدا ويقود المعركه بشراسه. فده اللي بيحصل.
تيجي بقى تقول لي مفاوضات نجحت، اقول لك ما حصلش. تقول لي ان في مفاوضات، اقول لك ما حصلش. حزب الله بيتاهب، وايران بتقول ان احنا ما لناش دعوه بالمفاوضات وان احنا هنرد. ولكن بقى في قال لك المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه ناصر كنعاني، ده قال لك كلمه غريبه قوي، قال في مؤتمر صحفي ان دعم بلاده للمحادثات التي تجري من اجل تحقيق وقف اطلاق النار في غزه، قال ان مفاوضات وقف اطلاق النار في غزه غير مرتبطه بحق ايران في الرد على اغتيال اسماعيل هنيه على ارضنا. وقال كمان ان طهران لا تسعى الى زياده التوتر في المنطقه، يعني ازاي هتضرب مش هتضرب، لا تسعى لزيادة التوتر في المنطقة لكنها ستمارس حقها في معاقبة إسرائيل في الوقت المناسب. هتقول لك يعني وكلام إيران مش منطقي، وإيران مش هترد، أو حتى الرد المسرحي أصبح حاليا صعب، لأن تفكير كله إنهم يهاجموا إيران وخلاص، القوات كلها محشودة، بريطانيا موجودة، فرنسا موجودة، أمريكا موجودة، كلهم موجودين، وهيكون في يعني عقاب كبير لإيران، فإيران مش هترد، هي بتحرك حزب الله بس، وحزب الله لم يدخل معركة حقيقية حتى الآن مع إسرائيل، وإسرائيل عايزة تنسحب من غزة عشان تحشد جنودها وتخش لبنان تعمل فيها اللي عملته في غزة بعد موت أكتر من 40,000 واحد في غزة مواطن. فإذا لا يوجد التواصل الاتفاق، والفرصة الأخيرة ضاعت، وده اللي هيتأكد لنا يوم الخميس اللي جاي. يعني انتظروا الحلقه الخميس اللي جاي اكيد اقول لكم جماعه فاكرين ده اللي قلناه الفتره اللي فاتت، هل هيجي وفد اسرائيلي وهل المفاوضات دي هتتغير؟ البنود اللي موجوده دي مش هتوافق عليها حماس خلاص، ويعني نتنياهو متمسك بيها والجيش الاسرائيلي في مشاكل. فاذا احنا في منطقه حرجه جدا 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 قد تعصف بالمنطقه بشكل كبير جدا، وحماس قادره على استمرار حرب سنين وتنزل طبعا اشد انواع العذاب والانتقام من اسرائيل، واسرائيل تكون مهدده، تصنيفها نزل من AA ل A بلس، ومن A بلس ل A بس، الاقتصاد عندهم رايح في داهيه والدنيا خربانه، وامريكا هتتعامل بشكل كبير، لكن امريكا ليس لديها ادوات ضغط على نتنياهو وعلى اسرائيل عشان الانتخابات الامريكيه، وقد تستمر الحرب لحد ما بعد الانتخابات الامريكيه يشوف بقى مين اللي هيجي وهي ايه، هيوقف اطلاق النار لا، هيقدر يقول لنتنياهو لا ولا لا، دي القصه. غير كده مفيش اي مفاوضات، مفيش اي وصول على عمليه سلام، وتفضل يعني الحاضر مظلم والمستقبل اكثر اظلاما. يعني دي كانت كل تفاصيل معانا النهارده، على امل اشوفكم حلقه جديده وتفاصيل جديده، وفي النهايه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ويثبتهم، ويا رب احفظ مصر واحفظ جميع العرب. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.